منتدى الأسرة لهذا العام الذي تناول بناء قوة الأسرة من الداخل في عالم متغير، وبالنظر لما يشهده قطاع الإعلام من تغير مطرد أصبح به الإعلام الذي نراه اليوم غير الإعلام الذي نعلم ونفهم بالأمس، وأصبح المحتوى الذي تقوده ثورة المعلومات والاتصالات يصل أبعد مما كان يصله سابقا، وانطلاقا من اهتمام المملكة بالأسرة كأحد أهم ركائز المجتمع والذي يتجلى من خلال تأكيد النظام الأساسي للحكم على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، يربى أفراده على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد، وتولي القيادة حفظه الله اهتماما بالغا بالتحول الإعلامي لأثره البالغ على الأسرة والمجتمع ولمعرفته بأثره الجلي في بناء الوعي المجتمعي ووعي الأسرة. وانطلاقا من أدوار الهيئة الموكلة إليها وأدوارها التكاملية مع العديد من الجهات كمجلس شؤون الأسرة والعديد من الجهات الأخرى، أولت الهيئة اهتماما وبذلت جهودا في رفع جودة المحتوى الإعلامي مستهدفة بذلك تعزيز القيم وضمان الطرح الإعلامي المسؤول والمتوازن والمحافظة على بيئة إعلامية سليمة وآمنة للأسرة والطفل، سواء كانت القنوات التلفزيونية أو شاشات السينما أو الألعاب الإلكترونية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية. ويتمركز تعديل القيم وتماسك الأسرة في كثير من الأدوار التنظيمية والتشريعية التي تقوم بها الهيئة، ومن ذلك التصنيف السعودي للإنتاج المرئي والألعاب الإلكترونية، والذي تشترط الهيئة خضوع كافة أفلام السينما أو الألعاب الإلكترونية له قبل عرضه أو تداوله داخل السعودية. فخلال العام الواحد تصنف الهيئة ما يزيد عن 700 لعبة إلكترونية وأكثر من 600 فيلم سينمائي، وتكمن أهمية هذا التصنيف في كونها عاملة مساعدة لتوجيه الأسر لاختيار ما يتلائم مع المستوى العمري لأبنائهم ولحماية الأبناء من المحتوى الذي قد يكون له أثر سلبي على سلوكهم ومعتقداتهم. كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بأدوارها التوعوية الموجهة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية للنشأ ومزاولي الأنشطة الإعلامية على نحو سواء، كالتوعية بالأثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الأثار السلبية لاختيار المحتوى غير ملائم للمستوى العمري للطفل، وكيفية تفعيل أدوات والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها معظم منصات المحتوى الإعلامي، إذ أن الرقابة الأبوية هي خط الدفاع الأول لحماية النشأ من أخطار المحتوى الإعلامي. كما وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط الإعلامية للمحتوى والتي تستهدف توفير بيئة آمنة للأسرة من خلال ضمان محتوى يحترم القيم والمبادئ ويعزز من المسؤولية الاجتماعية، مثل منع الترويج لمنتجات التبغ وحماية حقوق الطفل والمرأة وضمان احترام الحياة الخاصة للأشخاص وحماية وجودة المحتوى وتقديم ما يسهم في إثراء المعرفة ويدعم الوعي المجتمعي، إضافة إلى حوكمة محتوى إعلانات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحوكمة ضبط جودة محتوى الإعلانات لتتوائم مع الأخلاق والقيم المجتمعية في المملكة، حيث تمنع ضوابط ترخيص الإعلانات للأفراد استغلال الأطفال للترويج والتسويق الإعلاني أو أي إعلانات تتضمن القسوة أو العنف أو التحريض على ارتكاب الجرائم والتمييز العنصري أو إثارة النعرات. ولأهمية الدور الرقابي للهيئة، تعمل الهيئة على متابعة التزام الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الأفراد بضوابط المحتوى الإعلامي لتوفير البيئة الآمنة للأسرة. فمن ضمن ما قامت به الهيئة من خلال ممارسة اختصاصاتها الرقابية للعام الماضي ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة محتوى ومصادرة أكثر من 4000 لعبة مخالفة من خلال أكثر من 6000 جولة ميدانية نفذتها الهيئة. ولا يمكن أن تقوم الهيئة بأدوارها الرقابية فيما يخص المحتوى دون الاستعانة بشركائها، حيث تعمل الهيئة بشكل تكاملي مع العديد من الجهات الحكومية وخاصة مجلس شؤون الأسرة، والذي يلعب دور بيت الخبرة للهيئة في كل ما يتعلق بما يهدد حماية الأسرة والمحافظة على بيئة إعلامية سليمة وآمنة للأسرة والطفل. وكان لذلك التعاون أثر إيجابي في حجب وإزالة مجموعة كبيرة من التطبيقات المخالفة وتطبيق الأنظمة على كل من يخل بضوابط المحتوى الموجه للأسرة
والطفل. وختاما اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الشيوعي للأسرة لتنظيم هذا المنتدى الذي يمثل منبرا إعلاميا لتوعية الأسر بأدوارها. وأتقدم بالشكر للزملاء في مجلس شؤون الأسرة على جهودهم المستمرة وتعاونهم المستمر على المستويين سواء في ضبط المحتوى الإعلامي أو حتى في الدراسات والبحوث التي نعمل عليها بشكل مستمر. وأتقدم من هذا المنبر لكافة وسائل الإعلام للقيام بأدوارها المجتمعية في تقديم المحتوى التعليمي والتثقيفي المتوافق مع قيم المجتمع السعودي. وكذلك أدعو أولياء الأمور للقيام بدورهم حقيقة، فمهما عملنا نحن كجهات تشريعية أو جهات رقابية أو جهات تنظيمية يكون دورهم هو الدور الأول، ويكون في التصدي لأي محتوى قد يكون له ضرر على أبنائهم وفلذات أكبادهم. وشكرا لكم جميعاً.